لو الحكاية فيها إن فيتو صباح وافقنا على 4 قوانين منهم قرارين بقانونين صندوق تحيا مصر. القرار الأولاني ووافقنا على القرار الثاني اللي كنا وافقنا عليهم، وكان عندنا برضو قرار بقانون المشروع تنمية سينا تمالك أراضي سينا، وده قانون جميل جدا بيقول إن لازم المصريين الأرض في سينا للمصريين، إن لا يتملك الأجانب أرض سينا، ولو اتعملت شركة يبقى المصري ليه فيها 55%، وده حاجة كويسة جدا لأهالي سينا. وما ينفعش إن أنا أشتري الأرض وأسقعها، في غرامات، وفي ما ينفعش أخد الأرض وأعمل لها أعملها مشروع غير اللي أنا مقدم عليه، لا أنا بعمل مشاريع تانية. برضو القانون قرار بقانون تنمية سينا وافقنا عليه. بعد كده كان عندنا قانون بتاع الطاقة المتجددة، وده برضو قانون كويس جدا برضو وافقنا عليه، ده القانون الرابع. بيدخل القطاع الخاص في انتاج الكهرباء، ودي ما كانتش موجودة، ودي موجودة بره في الدول اللي بره، عشان كده الناس احنا عملناها هنا في دبي دلوقتي، كل البنية التحتية وكل المشاريع القومية بيعملوها ناس عاديين، مش زي عندنا احنا معتمدين على الحكومة اللي بتعملنا كل حاجة. فقانون بتاع الكهرباء والطاقة المتجددة ده قانون بيدخل القطاع الخاص ان هو ينتج الكهرباء ويلزم الحكومة ان هي تاخد منه، فبالتالي مش هتحتاج انك تعمل محطة توليد كهرباء وتدفع فيها مليارات وانت ما عندكش في الحكومة، فبتدخل القطاع الخاص، دي حاجة كويسة جدا. هو فين على 4 قرارات؟ حضرتك شايف الدعوات للتظاهرات 25 ده كلام، مش هيحصل حاجة، لأن خلاص أنت هتعمل تظاهر ليه دلوقتي؟ إحنا كملنا مؤسساتنا كلها، فهنعمل تظاهر ليه؟ عايز رئيس ولا عايز برلمان ولا عايز حكومة ولا عايز إيه؟ حكومة هتتعرض على مجلس النواب وممكن تتغير، واحتمال كبير جدا تتغير. الرئيس الراجل ضحى بنفسه عشان البلد. مجلس نواب اهو انتخب بطريقه ديمقراطيه جدا، ومفيش حد جيب التزوير ولا كان في تدخل من اي جهه من جهات الدوله، والعالم كله يمشي. فالنهارده هنتظاهر ليه؟ لمجرد ان انا عايز اتظاهر؟ انا بقول ان مفيش تظاهر، الناس المصريين تعبوا من كتر المظاهرات، عايزين يشتغلوا بقى، وفي ناس مش لاقيه تاكل، عايزين يديهم حقهم، وعايزين الناس تاكل عيش والناس تشتغل. احنا نتظاهر عشان نبني البلد، عشان نتظاهر عشان نهدي البلد بعد ما بينا مؤسساتها كلها. شكرا لك. شكرا لك.